وختامها فارس المنتدى الثقافي في دير بوان الشاعر علي السندي مع كل تشوق لجديده وهو لا يخلو من جديد. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أصابني أخي وسام ببعض القلق لأني لعلي أشكو من الغرق في بحر حبه وغرامه فهو أخي. قلق وغرق عجيب بحرفي هذا القلق، حسبت بأن القصيد احترق، حسبت بأن اليراع قتيل ومات الخيال بحضن الورق، حسبت بأن الحبيب أتاني يودع قلبي عند الشفق، وقال الغرام حرام علينا لأن الجميع علينا اتفق، وحان الرحيل إلى لا مكان، وحل الظلام وما من ألق، سبحنا ببحر الغرام العميق، فكان مصير القلوب الغرق، فكان مصير القلوب الغرق.